بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للانتخابات التركية. تشتد المنافسة والاستقطاب السياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بين تحالف الجمهور ومرشحها رجب أردوغان وتحالف الأمة المعارض بزعمة مرشحها كمال كيلجدار أوغلو. فلما ستحسم هذه المعركة التي توصف بأنها مصيرية لمستقبل تركيا؟ من عمان أرحب بالدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور وشكرا لقبول الدعوة. دكتور إذا كيف يبدو المشهد الانتخابي في تركيا لهذه اللحظة؟ شكرا جزيلا. أعتقد يعني احتمالات عديدة تواجه مستقبل هذه الانتخابات أو نتائج هذه الانتخابات، وأكثر المراقبين يتحدثون عن احتمال فوز تحالف الشعب بزعامة كمال أوغلو، بمعنى عودة الليبرالية الديمقراطية مرة أخرى إلى تركيا. وهناك احتمال كبير جدا أن تذهب تركيا في سياستها الخارجية نحو توثيق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وعودة المفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هذا لا يعني الذهاب إلى قطيعة مع روسيا، لأن هناك بالتأكيد مصالح أيضا متبادلة بين البلدين، بمعنى يفترض الذهاب إلى تحقيق أو استمرار تحقيق التوازن بين الشرق والغرب، إضافة لأهمية العلاقات الوثيقة للاقتصاد التركي والسياسة التركية مع دول الشرق الأوسط، خصوصا العراق، المملكة العربية السعودية، دول الخليج العربي، وأيضا مصر، إضافة للدول الأخرى. إضافة أن مسألة إطلاق سراح أوجلان هذه مسألة مهمة جدا، بمعنى الذهاب إلى إيجاد حلول جدية للقضية الكردية في تركيا، والتخلي عن المواجهة المسلحة مع PKK، وضمن إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها نذهب إلى نموذج للحكم الذاتي للأكراد في تركيا، أو لنظام برلماني إذا ما تم إعادة تعديل الدستور لكي يعود الدستور من رئاسي إلى ديمقراطي برلماني. نعم، إضافة لي أكيد السياسة كليا ستختلف على الصعيد الداخلي والخارجي عن ما اتبع السيد أردوغان من عام 99 حتى يومنا هذا. طيب دكتور، يعني كانت هناك اتهامات بين كيلجدار أوغلو، حيث اتهم كيلجدار أوغلو أردوغان بأن روسيا تدعمه، بالمقابل أردوغان اتهم كيلجدار أوغلو بوقوف فرنسا وأمريكا وراءه. هل نستطيع أن نقول بأن هذه الانتخابات هي انتخابات بين معسكرين الروسي والغربي؟ يعني ليس بهذه الحدة، لكن بالتأكيد السيد أردوغان ذهب نحو موسكو، يعني نذكر صواريخ S-400، هذه شكل تهديد لأمن أوروبا وأمن دول حلف شمال الأطلسي. في نفس الوقت تركيا عضو في هذا الحلف نشيط، فهناك نوع من التناقض بين هذه الصفقة وأن يكون أن تكون تركيا دولة نشطة في حلف شمال الأطلسي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما دفع أمريكا للتخلي عن بيع طائرات 35F اللي هي متقدمة جدا، صفقة مهمة لتركيا، فيشكل نوع من الاضطراب في السياسة الدفاعية اللي انتهجها السيد أردوغان. بالمقابل روسيا خصوصا اليوم في
عزلتها الدولية بسبب الحرب على أوكرانيا، كان من المهم بالنسبة لها أن تتوثق علاقاتها بصورة واسعة مع تركيا، إضافة لموضوع الحرب والأزمة في سوريا وعموما على صعيد العلاقات على صعيد الشرق الأوسط. إذن روسيا اليوم لن تخسر علاقات وثيقة مع تركيا. أنا لا أعتقد القيادات أو القادة الجدد سيفرطون بالعلاقات الاستراتيجية مع يعني موسكو، لكن في التأكيد العلاقة الجدية الاستراتيجية الوثيقة ستكون مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لأن من مصلحة تركيا توثيق العلاقات مع دول المجموعة الأوروبية. نذكر أن تركيا تحتاج سنويا إلى 200 مليار دولار للاستثمار في تركيا، وهذه تأتي في غالبيتها من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة للتبادل التجاري. نتذكر أيضا كان هناك مشاكل كبيرة بين السيد أردوغان والسويد وألمانيا وفرنسا ومختلف الدول الأوروبية. خطاب أردوغان هو خطاب مواجهة مع الغرب والاتحاد الأوروبي، مسألة حقوق الإنسان، مسألة الديمقراطية ومسائل كثيرة أخرى. أعتقد القادة الجدد سيذهبون إلى إعادة صياغة العلاقات مع الغرب، خصوصا مع أوروبا وأمريكا كما أشرت، لكن ضمن إطار مبادئ وقواعد العلاقات السياسية التقليدية التي كانت سائدة قبل ظهور حزب العدالة والتنمية في السلطة، بمعنى العودة إلى ليبرالية العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، وعودة تركيا إلى بلد ديمقراطي كالسابق. طيب دكتور، نشير يعني إلى نقطة أخرى. المعارضة قامت بتوزيع 500,000 مراقب على مراكز الاقتراع، يعني كلش دار أغلى، من ماذا يتخوف؟ مثل ما أشرت في قبل قليل جنابك أن هناك تخوف من تدخل روسي. يعني نعرف اليوم هناك ممكن يكون بعض التدخلات عن طريق السايبر، جريمة أو كريميناليتي، يعني عبر المنظومات التصويت أو غيرها، هذا شيء محتمل. لكن يعني شخصيا لا أتوقع أن روسيا تورط نفسها في مثل هكذا تدخل. أيضا تصريح الإدارة الأمريكية كان واضح أن تركيا، التجربة الديمقراطية في تركيا على صعيد الانتخابات، الشفافية، تركيا لديها خبرة مهمة وتجربة مهمة في هذا الجانب، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية على ثقتها بأن هذه الانتخابات ستكون نزيهة. لكن هو جزء من يعني الإجراءات أو السياسات الاحترازية اللي ممكن تتبعها المعارضة من أجل الضغط عبر هكذا تصريحات أو توجهات على موسكو. وبنفس الوقت هو حق مشروع أن تراقب الأحزاب اللي تدخل في انتخابات برلمانية ورئاسية، أن تراقب العمليات الانتخابية من أجل تجنب أو الضغط أو حماية. وبنفس الوقت إذا حصل أي خرق ممكن يعلن، وللمفوضية الانتخابية اللي يفترض أن تتخذ إجراءات عملية تطبيقية طبقا للقانون لمواجهة هذه الانتهاكات أو هذه الخروقات. طيب دكتور، يعني تاريخيا لم تفز أي حكومة في تركيا كانت مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية في البلاد، يعني هل نستطيع أن نقول بأن أردوغان جاء إلى الحكم في غمرة أزمة اقتصادية وهل سيغادر منها؟ نعم بالتأكيد، هو جاء على زلزال عام 99 واليوم ممكن يغادر بسبب الزلزال. هذا الزلزال يكلف تركيا، الاقتصاد التركي أكثر من 200 مليار دولار، وأيضا كلف البشر الشعب في تركيا أكثر من 2,000,000 مشرد وأكثر من 45,000 ضحية، إضافة أن الاقتصاد التركي اليوم يعاني من ديون تقدر بواحد تريليون بوينت اثنين. أيضا التضخم، الليرة التركية اليوم الدولار يعادل
19.4 ليرة، وهذه كارثة بالنسبة للاقتصاد التركي. لكن بنفس الوقت يعني الاقتصاد التركي وليس اقتصاد دولة، بالتالي القطاع الصناعي الزراعي الخدمات غيرها هي جزء من القدرات الاجتماعية الخلاقة لدى الشعب الكردي مختلف قومياته ومكوناته. فهذا الاقتصاد اليوم هو الاقتصاد رقم 17 على الصعيد العالمي، وهو اقتصاد من الاقتصادات المهمة ويحتاج إلى أسواق وغيرها من التفاصيل. إذا يعني أردوغان ارتكب سياسات خاطئة بما يتعلق بالفائدة وخفض الفائدة ومشكلات مع البنك المركزي وغيرها. أيضا طبيعة السياسة الراديكالية للسيد أردوغان سواء تجاه الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، مصر، السعودية، الإمارات، غيرها، هذه أدت إلى مع الأسف إلى خفض فرص مهمة أمام التجارة التركية. الآن استعادت تركيا جانب من علاقاتها مع السعودية، مع مصر، مع الإمارات، إذا ممكن يستعيد الاقتصاد التركي مستقبلا جانبا من عافيته ويحقق أيضا تطور وتقدم بالمستقبل. ممكن تسترجع الليرة، لكن لن يكون هذا خلال عام على سبيل المثال. تحتاج تركيا إلى فرصة حقيقية لاستعادة قدرات الاقتصاد العراقي لكي يكون اقتصاد العفو التركي لكي يكون اقتصادا حيويا على صعيد تركيا وعلى صعيد دول الجوار، خصوصا إذا ما استعادت تركيا علاقاتها الوثيقة مع أوروبا والاستثمارات الأوروبية والسوق الأوروبية وعموما العلاقات الأخرى. طيب لو افترضنا بأن المعارضة فازت بالرئاسة وأيضا فازت بالأغلبية البرلمانية، ما الذي من الممكن أن تغيره في داخل تركيا مباشرة؟ إذا فازت المعارضة بالأغلبية البرلمانية طبعا هذا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للرئيس، يعني هذا يعتبر نوع من المأزق، وبالتالي الرئيس لن يستطيع أن يشكل حكومة أغلبية تمثل سياسته. فممكن يحصل مثل ما كان في فرنسا عندما يفوز الحزب الاشتراكي في أغلبية برلمانية والرئيس الفرنسي هو من الليبراليين، حصل ما نسميه بالتعايش الكوبيتيشن بين الاشتراكيين وبين الليبراليين، هو تعايش بين متناقضين، هذا صحيح، لكن مجبرة تركيا أن تذهب إلى هذا التعايش أيضا بين أردوغان حزب العدالة والتنمية وبين الليبراليين، بمعنى أن يرضخ الرئيس إلى استراتيجية أو سياسة الحكومة الليبرالية اللي قد تختلف بصورة كبيرة مع السياسة اللي اتبعها الرئيس، أو نرجع إلى حل البرلمان والعودة إلى انتخابات أخرى في حالة العجز أو الفشل في تشكيل حكومة تمثل الأغلبية وتنسجم مع الرئيس. دكتور، يعني هناك سؤال آخر، يعني كيف ستؤثر هذه الانتخابات ونتائجها خصوصا إذا ما فازت المعارضة على علاقات تركيا بكل من روسيا وأمريكا؟ من المعروف يعني أن المعارضة مدعومة من أمريكا وأردوغان مدعوم من روسيا. نعم، شوفي، يعني مسألة الدعم للمعارضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هذا شيء طبيعي بحكم طبيعة المنهج والأيديولوجيا والفكر السياسي والاقتصادي للمعارضة اللي كما أشرنا هو ليبرالي، بينما الفكر السياسي والاقتصادي والاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية يختلف تماما عن المنهج أو النظرية الليبرالية. هو ليس بالنظام الاشتراكي، لكن هو خليط من مجموعة الأفكار الإسلامية والاجتماعية الديمقراطية وغيرها من التفاصيل
اللي لاحظناها. لكن بقى الاقتصاد في تركيا، وهذه مسألة جدا مهمة، والمجتمع والأحزاب تتسم بالطابع الليبرالي الديمقراطي، هذا مهم، وهذا ما أكدت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. لكن اللعبة أو لعبة أردوغان أو سياسة أردوغان بالتحالف أو بالاقتراب من موسكو هو جزء من لعبة الشرق والغرب اللي شفناها أيام حركة عدم الانحياز عبد الناصر وتيتو ونهرو، بمعنى هذا اللعب على التوازن بين الشرق والغرب، أو التوازن بين صراع الغرب مع الشرق، وبالتالي عبر هذا التناقض، عبر هذا الصراع، عبر هذا اللعب على التناقض ممكن تحصل الدول نتائج مهمة. فيعتقد ممكن أردوغان أن عبر علاقته مع موسكو ممكن يضغط على واشنطن أو على أوروبا، وممكن يحقق مكاسب. أيضا لا ننسى أن روسيا مستورد مهم للمنتجات الزراعية من تركيا، أيضا هناك علاقات واسعة النطاق في مجال مشاريع الغاز، البحر الأسود، غيرها من التفاصيل، لا ننسى الحروب في أذربيجان، في أرمينيا. فتبقى موسكو مهمة. حتى أيام الاتحاد السوفيتي الشيوعي كانت موسكو والاتحاد السوفيتي مهم للعلاقات مع تركيا، لكن أكيد الحليف الاستراتيجي يبقى الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي. من عمان كنت معي دكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي لدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا. من القاهرة أرحب بأحمد شيخ، وكاتب وباحث سياسي. أهلا بك سيد أحمد، إلى هذه التغطية الخاصة للانتخابات التركية. إذن سيد أحمد، يعني استلم حزب العدالة والتنمية الحكم بعد زلزال 1999، هل برأيك من الممكن أن يكون زلزال 2023 سببا في رحيل أردوغان؟ طبعا في بداية تحية حضرتك ولمشاهدي القناة. طبعا ما حصل من موضوع زلزال طبعا له آثار سلبية على أسواق العدالة والتنمية وأردوغان، وخصوصا أنه 10 مدن تركية، يعني حوالي 15 مليون تركي، تأثروا بشكل كبير بهذا الزلزال. وطبعا أداء الدولة والسلطات التركية كان أداء سلبيا في التعامل مع الزلزال، وحيث أن اليوم الأول والثاني لم تتدخل سلطات الدولة التركية إلى مساعدة الناس، وقد يعني تم مقتل العديد من الأشخاص والأفراد تحت المباني، لأن السلطات لم تبادر إلى إنقاذ الناس في اليوم الأول والثاني. إضافة إلى أن ما تم تسميته بمنظمة الطوارئ التي يعني أن يكون هناك تحضير لمثل هذه الأمور وأن تكون مبادرة مساعدة، لكن أيضا هذه لن تقوم بذلك، إضافة إلى أن المعايير الإنشائية والإعمارية لم تكن يعني في سنوات حكم العدالة والتنمية. ويعني الزلزال الذي حصل في 1999 بحيث أن يعني كان هناك مؤسسات تم إنشاؤها بعد الزلزال عام 1999، وكان مفروض أن تكون السلطات التركية لديها خبرة ولديها ميزانية خاصة بهذا الموضوع، لكن رأينا عند حدوث الزلزال أن السلطات التركية لم تأخذ هذه المعايير الإنشائية والمعمارية بعين الاعتبار، إضافة إلى أن ما تم جمعه أموال لخدمة الناس عند حدوث الزلزال أو تحضير البنية التحتية، كل ذلك يعني كانت تضر المجتمع التركي، وخصوصا المدن العشرة التي ذكرت أن يعني حوالي 15 مليون تركي نظروا بشكل سلبي لأداء السلطة التركية، وحتى يعني من كانوا من مؤيدي العدالة والتنمية أو من مناصري أو من أعضائه أيضا كانوا يقولون قبل الانتخابات أنهم لن يصوتوا لحزب العدالة والتنمية وأردوغان، وهذه يعني تؤكد أن الزلزال أثر بشكل سلبي على أصوات حزب العدالة والتنمية، بالمقابل يعني رفع من أصوات المعارضة الذين بيّنوا للناس كيف أن هذه السلطة هي سلطة نهب وسرقة، ونعلم يعني أردوغان وحشيته كيف أنه أصبحوا أغنياء في غضون سنوات، بينما غالبية الشعب التركي يزح تحت الفقر والجوع والبطالة، إضافة إلى أن انهيار العملة والتضخم في تركيا من جملة طبعا السياسات الاقتصادية الفاشلة للدولة التركية، والتي من سببها الرئيسي طبعا حروب أردوغان العباسية سواء كان في سوريا أو في العراق أو حتى في ليبيا في العديد من دول المنطقة، يعني التدخلات الإقليمية والدولية
جعلت من هذه السلطة غير قادرة على التأمين، أو ليست من أولوياتها تأمين مطالب الناس احتياجاتهم، وهذه يعني بقناعتي ستؤثر وأثرت بشكل سلبي في أصوات حزب العدالة والتنمية وأصوات أردوغان. يعني طيب سيد أحمد، إذا ما تحدثنا عن تأثير هذه الانتخابات على السوريين، يعني يوجد 4 مليون، قرابة 4 مليون لاجئ سوري داخل الأراضي التركية، كيف من الممكن أن تنعكس نتائج هذه الانتخابات على مصيرهم؟ طبعا اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا نعلم يعني منذ عام 2011 كانت السلطة التركية لديها مشروع حول يعني جلب عدد كبير من السوري إلى داخل التركي وتدريبهم واستعمالهم كمرتزقة، بالإضافة إلى استعمال الكتلة السكانية كورقة ضغط داخل أي تشكل للمشهد السوري، بحيث أن السلطات التركية كانت تنظر إلى معاناة السوريين وإلى اللاجئين السوريين كمشروع الارتزاق، كمشروع لجلب أموال الأوروبيين. نعلم يعني كم من المليارات قامت الدول الاتحاد الاوروبي باعطائها لتركيا بحجه اللاجئين، لكن السلطات التركيه كانت تاخذ هذه الاموال وتصرفها، لا تصرف الا القليل، واخذت يعني هذا اللاجئين السوريين ومعاناتهم كقضيه ارتزاق وجلب نقود وضغط على اوروبا. طبعا الان السوريين اللاجئين في تركيا يشعرون بقلق كبير، حيث ان يعني السلطه التركيه حتى يعني التي جلبتهم والتي كانت يعني تحاول استقطابهم ربما انتهت من استعمال هذه الورقة. والآن يعني رأينا في السنة الأخيرة كيف أن السلطة التركية تبادر إلى التحسين النسبي أو إعطاء انطباع أنها تغير مع الدول العربية، وأن موضوع اللاجئين أصبح من يعني اهتماماتها ليس في الدرجة الأولى. ويعني رأينا أن يعني السلطة التركية قامت بإرجاع بعض وعدد من اللاجئين قسرا إلى مناطق شمال سوريا، إضافة إلى أن يعني ورقة اللاجئين أصبح عبء على الانتخابات وعلى السلطة التركية، كون المعارضة التركية كانت يعني تحاول جاهدة استعمال هذه الورقة ضد أردوغان وضد حزب العدالة والتنمية. والآن يعني أثناء الانتخابات رأينا أن أطراف المعارضة كانت تؤكد أنها سوف توجه أو تعمل على إعادة اللاجئين السوريين في مدة حوالي سنتين على ما أتذكر، قال أحد يعني كما قال اشتراغلو، والعديد من الأحزاب التركية لا ترغب في بقاء سوريين في تركيا، كون بقناعتي من يشكل السوريين عبء اقتصادي وعبء أمني، وحتى ممكن يكون لها تأثير في الضوافي في بعض المناطق العربية كما رأى شهود أخرى. إذن اللاجئين السوريون يعني يشعرون بقلق ويراقبون الانتخابات البالغ، وسوف تؤثر نتيجة الانتخابات التركية أيا كان، سواء يعني سقط أردوغان أو لم يسقط، فاللاجئون السوريين بقناعتي يعني مع المحاولات التركية لتطبيع علاقات مع سوريا أو محاولة يعني تحسين علاقاتها مع الدول العربية، أن اللاجئين السوريين سوف يكون يعني عليهم ضغط كبير، وهذا يعني مؤشر على القوة الوطنية السورية أن تبادر إلى يعني وضع خارطة الطريق لتخفيف معاناة السوريين، أو إلى رجع إلى المناطق الممكن أن يكون فيها يعني ظروف الحياة والمعيشة مستقرة. وفي غضون أخيرا يعني نعم سيد أحمد، يعني هذا بالنسبة للاجئين في تركيا، طيب ماذا عن الداخل السوري؟ كيف من الممكن أن تؤثر هذه الانتخابات على المناطق المحتلة خصوصا ومصير هذه المناطق؟ طبعا يعني الجيش التركي، جيش الاحتلال التركي يحتل الآن حوالي 10% من أراضي سوريا، ولا شك يعني أمام هذا المشهد للمعارضة وللسلطات التركية، سابقا يعني كانوا يتفقون على إرسال الجنود إلى خارج تركيا، وكان يعني في البرلمان التركي المعارضة التركية ما عدا حزب الشعوب الديمقراطي والسلطات التركية كانوا يوافقون على إرسال الجنود أو الجيش التركي لاحتلال سوريا أو العراق أو ليبيا، لكن يعني استمرار الوضع في سوريا وعدم حل الأزمة السورية يعني رأينا أن هذا أيضا شكل تحدي للدولة التركية والسلطات التركية. طبعا عملت السلطات التركية في غضون 12 سنة الأخيرة على محاولة تغيير الجغرافي لهذه المناطق ومحاولة فرض التركياتية على هذه المناطق ومنع اللغة السكان الأصليين من الكردية وحتى من العربية. الآن يعني هناك مجاميع من المرتزقة من داعش، من ما يسمى جيش الوطن السوري الأقرب إلى الانكشارية العثمانية، إضافة إلى يعني تواجد جبهة النصرة وهي ما يسمى هي التحرير الشام في إدلب،
لا شك هذا يعني من المواضيع الهامة ومن التحديات أمام أي سلطة تركية، لكن بقناعتي هذه المجاميع التابعة لتركيا هي أيضا تشعر بخوف كبير وبقلق في كون يعني هزيمة أردوغان هي ليس هزيمة، هي هزيمة لمشروع الإسلام السياسي، هي هزيمة لمشروع تركيا الميثاق التركي. أو يعني إذا ما فاز أوغلو في هذه الانتخابات، ما هو مصير المعارضة المقربة من حزب العدالة والتنمية؟ يعني أظن سوف يكون عليهم ضغوطات كبيرة، ويعني قسم منهم بقناعتي سوف يبادر إما إلى تغيير يعني طريقه السياسي أو إلى مغادرة تركيا أو إلى الاستسلام للسلطة في دمشق، يعني وضعهم سوف يكون صعبا كون يعني غالبية الإسلام السني لو رصدنا حركات الإخوان في دول المنطقة نرى أن يعني سواء كان في المغرب أو في تونس أو في اليمن أو في مصر أو في يعني عديد من الدول أن نجم الإسلام السياسي هو في أفول، ولا يمكن يعني أن يكون هناك إمارة للإسلاميين وللداعشيين في شمال سوريا ومناطق احتلال آمنة لقيادات داعش. بقناعتي يعني انتخابات تركيا سوف يكون تأثير سلبي على هذه المناطق، بمعنى أن يعني القوى المتواجدة في هذه المناطق والتي تأخذ يعني أموالها وتوجيهاتها وتدريباتها من الاستخبارات ومن الجيش التركي لن يكون وضع مثل السابق. طبعا الدولة التركية لن تتخلى عنهم أو يعني سوف تحاول أن تستعملهم كأوراق ضغط سواء كان ضمن سوريا أو على الإدارة الذاتية، لكن الأهمية الاستراتيجية لهم لم بقناعتي لن يعود كما السابق، حيث أردوغان كان ينظر إلى هذه المجاميع على أنهم أدوات لتوسيع خريطة تركية لتتضمن الميثاق الملي، لكن يعني الحركة القومية أو الأحزاب العلمانية هي بقناعتي تكتفي بالخريطة التركية، وبالتالي سوف تبدأ يعني مسار من التفاوض على هذه المناطق سواء كان مع الحكومة السورية أو مع الإدارة الذاتية، وفي هذه يعني سوف يكون هناك ضغوطات كبيرة على هذه المجاميع، ولا بد يعني أن حتى يعني سوف يبادر الكثير من هذه المجاميع إما إلى التحول إلى داعش أو إلى النصرة أو إلى يعني الفرار من هذه المناطق. فيعني الأمر الروحي لهذه المجموعات الإرهابية والمجاميع الإخوان يعني عبر 20 سنة كان أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ولا شك يعني أن هزيمة أردوغان سوف يكون لهزيمة لهذه المشاريع الاحتلالية والمجاميع المحسوبة على تركيا. يعني من القاهرة كنت معي أحمد شيخ وكاتب وباحث سياسي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. أيضا من استوديو بغداد أرحب بخالد وليد متحدث حركة نازل أخذ حق الديمقراطية. أهلا بك سيد خالد. إذن سيد خالد، كنا نتحدث مع سيد أحمد شيخ حول تأثير هذه الانتخابات الرئاسية التركية على السوريين سواء في الداخل والخارج، يعني هناك كثير من النقاط المتعلقة بسوريا. بالنسبة لملف العلاقات، نعرف يعني أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية يسعون جاهدين لفتح قنوات التواصل وأيضا إعادة الاعتراف بالحكومة السورية بالوساطة الروسية. أصل هنا سؤال ذات شقين، يعني الشق الأول فيما لو فاز أردوغان وحزبه، أين ستذهب تلك المفاوضات مع الحكومة السورية؟ سيد خالد هل تسمعني؟ بداية تحية نعم تفضل. نعم الصوت واضح. بداية تحية لحضرتك، تحية لضيوفك الكرام، والتحية موصولة إلى مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني بصراحة خلال الوقت البسيط اللي مضى، الحكومة التركية وبشكل خاص السيد أردوغان حاول تصفير الكثير من المشاكل مع دول الجوار لاعتقاد لوجود تحديات داخلية وأولها هذه الانتخابات. سيسعى السيد أردوغان ما بعد هذه الانتخابات لإعادة تكريس السلطة بيده من جديد وفتح كافة ملفات التفاوض بما يخدم مصلحته بشكل أكيد. هذه المفاوضات قد تستمر إذا ما حققت للسلطات التركية مصالح واضحة في الكثير من الملفات الأمنية وبشكل خاص قضايا النفط. نعم. طيب سيد خالد، يعني السؤال الأساسي بالنسبة للقضية الكردية هو ملف العنف في مواجهة تركيا للمسألة الكردية في دول الجوار سواء في إقليم كردستان العراق أو في مناطق شمال وشرقية سوريا. في حال فوز أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، يعني أين ستستمر أو كيف ستستمر السياسة العسكرية التركية تجاه الحركة القومية الكردية في مختلف المناطق داخل تركيا وخارجها أيضا؟
يعني واحدة من أكثر الملفات الشائكة ما بين تركيا ودول الجوار هو الحديث عن ملف الحدود والحديث عن القضية الكردية بشكل خاص. حتى قوى المعارضة اليوم التي تنافس حزب العدالة في الانتخابات جزء منها غير مقتنع بسياسة الدفاع المتقدم التي تقوم على دفع القوات التركية داخل دول الجوار والذهاب بعمليات عسكرية واضحة. ونعي جيدا اليوم حتى في العراق تضررنا كثيرا من هذه العمليات العسكرية ودفعنا ثمن باهظ من أرواح المدنيين العراقيين. ما يحصل اليوم بخصوص بككة وغيرها من هذه الأمور من الممكن أن تتم معالجتها بالأطراف المتعلقة بها، سواء الحكومة العراقية أو الحكومة التركية، عبر ملف مشترك أو إدارة مشتركة بشكل واضح، وأن يتم إنهاء هذا الملف اللي مدنيين أبرياء دائما ما يكونون هم الضحية فيه. السيد أردوغان يحاول دائما يجعل من هذا الموضوع حجة وذريعة للتدخل في دول الجوار، وبشكل قطعي هذا الموضوع مرفوض. نعم، يعني هذا الافتراض فيما لو فاز أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، طيب فيما لو فاز كلجدار أغلو، كيف من الممكن أن تتغير الاستراتيجية العسكرية التركية في هذا الإطار؟ يعني أعتقد أنه فيما لو فازت قوى المعارضة ستقوم قوى المعارضة بالذهاب إلى عمليات عسكرية في الداخل التركي فقط ضد القوى المناوية لها، إن كانت تسبب أزمة أمنية داخلية ولن تكون لها أي تدخل في دول الجوار، وهذا ما سيضع الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في دول الجوار أمام تحديات جديدة. طيب سيد خالد، دعني أرحب أيضا من كندا، ينضم إلي دكتور علي حرب، كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور علي. إذا دكتور علي، يعني بالنسبة لأصوات الناخبين الشباب الذي يتجاوز عددهم 5 ملايين ناخب، أي نسبة 8%، ما هو تأثير أصوات هذه الفئة الشابة على الانتخابات الرئاسية التركية؟ هذه الحقيقة ربما تشترك للمرة في الانتخابات الرئاسية التركية، ولكنها في مدى سنوات طويلة لم تشترك أو لم تتعرف لوجه آخر رئاسي، الرئيس رجب طيب أردوغان. ولكن أمام ما يحدث الآن، المشهد التركي وما تعيشه تركيا من اثار في زلزال الاوضاع الاقتصاديه او الاوضاع الاقليميه، اظن ان هذه الفئه من الشباب سيكون لها دور، وان يكون حاسما او كبيرا جدا، ولكنه سيحدث بعد الفرق، والفرق الضروري جدا في هذه المرحله الحاسمه، لان المعركه بين الجهتين المعارضه وبين التحالف الاردني يبدو أنها متقاربة إلى شكل كبير وتنافس كبير جدا. فلذلك أي صوت أو أي نسبة من الشباب أو من المغتربين سيكون له الأثر الكبير في تعديل كفة الانتخابات. نعم. طيب دكتور علي، ماذا بالنسبة لأصوات أنصار محرم إنجي الذي انسحب من الانتخابات بفترة قصيرة؟ يعني هل أثر أو أثر على نتائج هذه الانتخابات؟ هل سيكون لها تأثير؟ نعم. موضوع المرشح الرئاسي الذي أعلن انسحابه السيد محرم إنجي، في الحقيقة هناك نوع من المفارقات في هذا الموقف بالذات. هناك من يرى هذا الانسحاب جاء وكأنه نوع من رد الفعل العنيف تجاه المعارضة، ولكن الجهة الأخرى لا تذهب إلى أبعد من ذلك بأن يقوم السيد محرم بتجيير أصواته إلى السيد أردوغان. فلذلك ستبقى الأمور وكأنها منقسمة ما بين تحالف الأمة وبين تحالف الشعب بالنسبة لأصوات السيد إنجي، لأنه ترك لأنصاره اختيار بين الفريقين. فمع هذا فأن هذه الأصوات كذلك لا تبتعد عن أصوات الشباب أو عن أصوات المغتربين في تأثيرها في كفة الميزان. نعم. طيب سيد خالد وليد، أعود إليك. يعني استطلاعات الرأي رجحت بأن تكون فرصة كلجدار أغلو هي أكبر لهزيمة أردوغان. يعني ما هي حظوظ كلجدار أغلو في الفوز في هذه الانتخابات؟
يعني بصراحة هي حظوظ كبيرة بسبب كثير من التعقيدات في الداخل التركي وحتى في الخارج التركي. هناك الكثير من الملفات اللي الحكومة التركية كان لها مواقف كبيرة فيها، هذه كانت بين مؤيدين وبين رافضين. مجمل ما يحدث اليوم في الداخل التركي ينصب على فرضية أنه الكثير من الأمور كان من الممكن أن ما يكون هناك بها تبعات سيئة على تركيا كدولة في موقع جيوسياسي مهم في العالم. الشباب التركي حال حال أي شباب في المنطقة يبحث عن هدوء، يبحث عن أمان، يبحث عن فرص عمل، يبحث عن بحبوحة في العيش معينة، وكل هذه الأمور تدفع الشباب التركي إلى خيارات جديدة داخل صندوق الاقتراع ما بعد عقدين على تسلم حزب العدالة والتنمية لزمام السلطة في تركيا. نعتقد أن الحظوظ قائمة للمعارضة اليوم. طيب دكتور علي، يعني في الملف الاقتصادي لو افترضنا أن المعارضة فازت، فماذا يمكن أن تغير في النهج الاقتصادي في تركيا، وخاصة أن تركيا أو أردوغان جاء في فترة حكم شهدت تركيا أزمة اقتصادية حادة؟ العامل الاقتصادي سيدتي يبقى العامل الحاسم الحقيقة في موضوع هذه الانتخابات. تركيا الآن أمام مفترق طريق مهم جدا. التعويل ليس على من سيأتي رئيسا على تركيا، بل ماذا ستكون عليه تركيا ما بعد الانتخابات. هنا يبدأ الصراع. والعامل الاقتصادي عامل مهم جدا، خاصة أن الغرب أو الأمريكا بالتحديد وقفت بالنسبة لحزب العدالة والتنمية موقفا معارضا لدعمه أو لمده بأي إعانات أو إدعاءات اقتصادية لكي ترفع من الوضع الاقتصادي المتردي وتخفيف من حدة التضخم. التعويل الآن إذا ما فاز الحزب المعارضة في الانتخابات أن يقوم بتشجير هذه العلاقات الأوروبية الأمريكية لصالح فتح كل صناديق الدعم للخلاص أو لإنقاذ الوضع الاجتماعي والوضع المعيشي وموضوع الرواتب، موضوع الإعانات، موضوع إعادة الأعمار بعد الزلزال. أظن أن هذا الأمر سيكون بالنسبة للمعارضة إيجابيا أكثر مما سيكون عليه لموضوع أردوغان، لأن الغرب الأمريكي الداعم والدول الداعمة ستصب مع المعارضة بالتأكيد إذا ما فازت في هذه. طيب دكتور علي، يعني هناك نقطة أخرى، يعني برأيك هل الانهيار الاقتصادي هو السبب الرئيسي في تراجع شعبية أردوغان أم الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط فبراير؟ في الحقيقة هذان السببان هما الأساسيان في تراجع نسبة الأنصار لأردوغان، ولكن هناك أسباب أخرى متراكمة جدا. هناك موضوع الحكم، هناك موضوع الاستبداد، هناك موضوع التفرد، هناك موضوع البعد عن الديمقراطية، أسباب كثيرة جدا كما أشار الزميل الآن في موضوع الشباب وهموم الشباب والبحث عن العمل والبحث عن لقمة العيش والبحث عن كرامة العيش. هناك أسباب كبيرة. يبقى هذان السببان فعلا معلنان ومهمان في موضوع مستقبل تركيا، ولكن هناك أسباب أخرى أكيد تهم الشعب التركي وتهم مستقبل الشعب التركي ومستقبل تركيا بالنسبة لموقعها الجيوستراتيجي، سواء في الداخل، سواء في المنطقة الإقليمية أو في المنطقة الدولية، ودورها المهم جدا في هذا الموضوع. نعم. طيب سيد خالد، يعني أيا كانت نتائج هذه الانتخابات، كيف من الممكن أن تؤثر هذه الانتخابات على علاقات تركيا بدول الجوار، كون لتركيا تدخلات في الكثير من الدول كالعراق؟ نعم، يعني على الصعيد العراقي هناك علاقات اقتصادية كبيرة جدا بحدود تبادل تجاري يصل إلى 24 مليار دولار سنويا. هناك مشاريع مطروحة على الساحة الاقتصادية اليوم، منها مشروع القناة الجافة الذي يمتد من جنوب العراق في ميناء الفاو وصولا إلى مضيق البسفور، والكثير من الملفات الاقتصادية والملفات الأمنية وموضوع المياه. هذا الموضوع الذي أصبح يؤرق العراقيين كثيرا،
نعتقد أن أي سلطة قادمة، أي حكومة، أي رئيس تركي قادم عليه أن يضع هذه الملفات بالحسبان، وعليه أن يتعامل بواقعية مع هذه الملفات، وأن يسعى إلى تصفير هذه المشاكل مع العراق، وكذلك مشاكل الحدودية وملف المعارضة مع سوريا، وحتى مع عدد آخر من الدول المجاورة. أي حكومة قادمة، أي سلطة في تركيا قادمة ستكون أمام تحديات صعبة. لولا هذه التحديات لما أصبح اليوم السيد رجب طيب أردوغان أمام منافسة انتخابية صعبة، ولما أصبح لهذه المعارضة حظوظ في صندوق الاقتراع. نعم. طيب دكتور علي، يعني رأيك بهذه الجزئية، كيف من الممكن أن تؤثر هذه الانتخابات على مستقبل تركيا والمسار الذي ستسلكه، أيضا تأثيرها على المحيط الإقليمي وعلاقات تركيا الخارجية؟ إذا ما كانت حظوظ المعارضة جيدة في هذه الانتخابات ونجحت في الانتخابات التي أتوقع ألا يتم حسمها في الجولة الأولى على أقل تقدير حتى الآن، ولكن لابد أن نكون أمام رسم خارطة جديدة للسياسة التركية الخارجية، سواء بالنسبة لسوريا، سواء بالنسبة للعلاقات التي كان يريد أردوغان أن يصفرها، سواء مع الجوار العربي، مع اليونان، مع قبرص، مع أمريكا، مع الاتحاد الأوروبي، مع طموح تركيا لتكون عضوا في الاتحاد الأوروبي والتي ما زالت عالقة حتى الآن. هناك رسم خارطة جديدة لواقع تركيا في تعاملها مع السياسات الخارجية، وبالذات موقف تركيا الآن بالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية وموقفها الدعم أو ما يشبه نوع من التحالف الروسي مع أنها جزء من حلف الأطلس. وهذا قام به طبعا السيد كمال أوغلو عندما قال بأن هناك نوع من التدخل الروسي في الانتخابات التركية. على كل حال، ما يرسم خريطة الطريق القادمة هو حجم هذا الفوز الذي ما زلت أتوقع أن يكون ضئيلا جدا، ولكنه على الأقل يعطي مؤشر للطرفين لإعادة الحسابات إذا ما كان هناك جولة ثانية في الانتخابات. طيب دكتور علي، يعني على نفس المنوال، كنا نعرف بأن حزب العدالة والتنمية خلال سنوات حكمه الأولى كان يسعى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه ترك هذا الملف منذ قرابة 7 سنوات. في حال فازت المعارضة في هذه الانتخابات، كيف سيتجدد ملف عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي؟ لا شك سيدتي أن الدعم الكامل الأوروبي والغربي للمعارضة أصبح معلنا وغير خفي. بالتأكيد سيكون هناك إعادة دراسة وسريعة ومؤثرة لإعادة إحياء ملف دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد أيضا بموضوع إعادة النظر في موضوع انضمام السويد إلى حلف الناتو، أو إلى موضوع دون التخلي عن العلاقات المرسومة حتى الآن حتى مع الحليف الروسي، لأن المعارضة أعلنت بلسان السيد أوغلو أن ما يبقى الحليف الروسي صديق، وهناك حجم من التبادل الاقتصادي الواسع بينهما. الخريطة الجديدة القادمة ستكون بوجه جديد مختلف كليا، وبالتالي سيكون هناك دور كبير جدا للاتحاد الأوروبي وللغرب في رسم هذا الوجه الجديد لتركيا القادمة ما بعد أردوغان. نعم. طيب سيد خالد، يعني لو فاز أردوغان بالرئاسة وفازت المعارضة بالأغلبية البرلمانية، ما الذي تستطيع أن تفعله المعارضة في هذه الحالة؟ يعني بهاي الحالة راح يكون عندنا كلاسيكو رهيب ما بين أردوغان وما بين قوى المعارضة، كل منهم سيمسك بجهة معينة وسيبدأ هناك صراع، ما نعرف كيف ستكون عواقبه، كل سيصر على مواقفه وراح تبدأ حملة من الشد والجذب بالكثير من القضايا، بالتالي تبقى الأمور مرهونة بالنتائج من جهة، ومرهونة بحجم التدخلات الخارجية، بطبيعة الموقف الشعبي في الداخل التركي،
كيف ستتعامل المعارضة فيما لو تمكنت من السيطرة على الأغلبية النيابية؟ كيف سيتعامل السيد رجب طيب أردوغان إذا ما كان فقط أمسك بملف الرئاسة التركية؟ نعم. طيب دكتور علي، هل تتفق مع سيد خالد فيما طرحه بأنه إذا فاز أردوغان بالرئاسة والمعارضة بالأغلبية البرلمانية فستكون هناك حملة شد وجذب وأيضا مواجهة بين الطرفين؟ أوافق في بعض ما تفضل به الضيف الكريم، ولكن لوجهة نظر أخرى، فإن لو فاز أردوغان بالرئاسة وحققت المعارضة الأغلبية البرلمانية فلا أظن أنه نوع من الاحتدام سيكون، لأن السيد أردوغان له تجربة طويلة في هذا المجال وسيبقى على تحكمه في كل المفاصل الحكم في البلاد وفي كل المؤسسات. فلذلك على الرغم من أن هناك سيكون ضغط شديد جدا، أرجو وآمل أن لا يؤثر على وضع الاستقرار الداخلي في تركيا، لأن الحقيقة هذا الموضوع يشكل هاجسا كبيرا لدى كل الأطراف المتصارعة الآن على الساحة التركية. ولكن في هذا الموضوع لا أظن أن هناك تغييرا كبيرا سيحدث، لأن السيد أردوغان ما زال حتى الآن مهيمنا على كل مفاصل الحكومة والمؤسسات، وسيبقى لو فاز يبدو أكثر تشكيكا في هذا المجال. نعم. سيد خالد وليد، يعني تسعى المعارضة التي رشحت كليجدار أغلو إلى تخليص تركيا من أزماتها السياسية والاقتصادية، فهل ستنجح هذه المعارضة في ذلك؟ يعني جزء كبير من تحفظات المعارضة اتجاه سياسة أردوغان قائمة على موضوع التدخل العسكري وقيام الحكومة التركية في مناسبات كثيرة بزج الجيش التركي في فعاليات أمنية وعسكرية خارج الحدود، وقد لاقت هذه المواقف تعاطف شعبي كبير بحكم التعقيدات اللي تمر بها المنطقة بشكل عام. أعتقد أن المعارضة قادرة فيما لو أدارت هذا الموضوع بطريقة ذكية، فيما لو استطاعت من أن يكون لديها موقف موحد بعيدا عن أيديولوجياتها السياسية، على أساس أن تحالف المعارضة هو من كذا حزب سياسي وليس من حزب معين أو من جهة محسوبة على مدرسة سياسية معينة، فإنها ستستطيع أن تنجح في أن تنتزع المبادرة من السيد أردوغان. نعم. طيب ضيوفي الأكارم، يعني ما تبقى لدي من الوقت سأترك لكم حرية التعليق على هذه الانتخابات التركية، يعني حبذا لو كان هناك نقاط تريدون أن تشيروا إليها. سيد الدكتور علي تفضل. أود أوضح أمرا هاما فعلا، إذا كان هناك من نوع من الأمال المعقودة على التغيير على في الوجه التركي، فأظن أن المعارضة وإن كان لها حظوظ كبيرة الآن في الوصول إلى سدة الرئاسة، يبدو من المطلوب منها تماما أن تنأى بنفسها عن كل الهواجس الداخلية التي ممكن أن تشكل أي التباسا لدى الشعب التركي، سواء باستخدام بعض المصطلحات العرقية أو الطائفية المذهبية، وأن تذهب فعلا إلى تحقيق الديمقراطية والديمقراطية الكاملة لكل الشعب التركي الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وبالتالي فإن على السيد أردوغان كذلك، لو أن تحقق له هذا الفوز، أن يعيد دراسة هذا الواقع بالذات، لأن الحقيقة علاقات تركيا مع الجوار ومع الغرب يجب أن يكون هناك لها دراسة متأنية جدا لمستقبل تركيا ولما يطمح إليه الشعب التركي. نعم. طيب سيد خالد، ما تبقى من الوقت لك، تفضل. نعم. يعني بالبداية اليوم كعراقيين نتمنى للجارة التركية أن يكون هناك استقرار وأن تنتهي هذه الممارسة الانتخابية بكل سلمية بعيدا عن أي أجواء توتر. وفي ذات الوقت نحن نعتقد اليوم أن العلاقات التركية العراقية كانت تمر بفترات متفاوتة، يعني في تارة تكون هناك هدوء وتارة تكون جيدة وفي تارة أخرى يكون هناك الكثير من التوتر،
وذلك إلى سببين. الأول ملف المياه، وهذا الملف الحاكم الذي سبب الكثير من الضرر للمجتمع العراقي وللشعب العراقي، وملف الحدود والتدخل والعمليات العسكرية. نعتقد أن أي سلطة قادمة، أي مجلس نيابي قادم، أي رئيس تركي قادم، عليه أن ينظر إلى هذه الملفات على أساس أنها ملفات استقرار، بعيدا عن الرغبة بالسيطرة، بعيدا عن الرغبة بتحقيق أي مطامع أخرى. يجب أن يكون هناك استقرار في المنطقة. فالشعب العراقي والشعب التركي عانوا كثيرا، عانوا من تبعات العمليات الإرهابية، عانوا من الكثير من مجمل الواقع العالمي المتأزم بسبب النزاعات وصراعات المحاور إلى آخره. نتمنى كثيرا أن تنتهي هذه الممارسة الانتخابية بكل سلمية، أن يكون هناك نتائج تعكس طموحات وتطلعات الناخب التركي في حكومة تضمن الاستقرار. نعم. من استوديو بغداد كنت معي خالد وليد، متحدث حركة نازل آخذ حق الديمقراطية، وأيضا القاهرة كنت معي من كندا كنت معي الدكتور علي حرب، كاتب ومحلل سياسي. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام على كل هذه الآراء والتحليلات. طبعا مشاهدينا مستمرون في تغطية هذه الانتخابات الرئاسية التركية. إلى اللقاء.